بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمان النظرات وآمالا غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، حلقة جديدة من برنامجكم دافورينا، نتحدث فيها مرة ثانية عن التسجيلات بشكل عام وعن التسجيلات الهلال بشكل خاص وماذا يدور في خلد فلوران. سبق في الحلقة بتاع دافورينا اللي قبل ده على طول، قبل هذه الحلقة، تحدثت فيها عن تسجيلات الهلال وقلت بشكل عام أتمنى أو أطلب من الاتحاد السوداني لكرة القدم أن يفتح باب التسجيلات بالنسبة للأندية على مصراعيه، وأن لا يحدد سقفا. ده طلبي أنا، وإنه ما يحدد أي سقف للاعبين الأجانب. إن شاء الله يسجل الهلال، المريخ، أي فريق آخر 40 لاعب. لكن يعني يبدو أنه لسه الاتحاد ما وصل لنتيجة زي دي، لكن رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين. بس أنا هنا ما متأكد، بحسب ما جاء على لسان الأستاذ شمس الدين الأمين وحسب ما جاء وهو بينقل عن اجتماع الاتحاد السوداني لكرة القدم في جدة، واللي قرر أو يعني أشار إلى رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 10 لاعبين. بس أنا هنا ما متأكد من نقطة معينة، هل 10 لاعبين بمعنى أنه زادوا لاعبين بس أصلا كان في 8، ولا 10 لاعبين فوق السن؟ التفصيلة دي ما موجودة وأنا ما عندي مشكلة فيها، لكن يعني أنا سببت القصة دي لسببين. أولا كواليتي بتاع لعيبة جيدة، لكن الأهم من كده المنتلتي بتاعت اللاعبين بتاعت كرة القدم حتى الآن في السودان ما هي وظيفة. يعني لاعب كرة القدم صحيح بيلعب وبياخد مليارات وبيتقندف عليك وبيقى بياخد بالدولار، كل الكلام ده صح، لكن هي لم تصبح وظيفة يمكن للناس أن يتعاملوا معاه على هذا المبدأ. في العالم برا وفي أفريقيا تحديدا لا، أصبحت وظيفة، واستطاع الناس أن يفهموا إنها هي مصدر رزق زيها وزي أي مصدر آخر، وإنه هذا المجال يمكن أن تمشي فيه إلى أقصاه. أنت لاعب، تبدأ بكونك لاعب ناشئ ثم لاعب محترف أو لاعب محلي ثم لاعب محترف، ثم بعد ذلك تفتح لك الأبواب، وبعد ما تسيب اللعب داخل الملعب يمكن أن تنضم إلى السلك بتاع الرياضة، لأن الرياضة فيها الإعلام الرياضي، فيها وشفنا إحنا كثير جدا من اللاعبين المصريين بيبقوا في الإعلام الرياضي، ولاعبين آخرين طبعا في أماكن أخرى أيضا. فيها مع التدريب اللي هو الجهة الفنية، فيها التحكيم، فيها الإدارة. فهي صناعة الآن، الرياضة بشكل عام أصبحت صناعة، وكرة القدم على الخصوص لديها بريق الخاص اللي يمكنك إنك من الاستمرار كنجم حتى بعد أن تترك الملاعب. نحن مثلا شفنا قدامنا الآن الحمد لله لاعبنا الدولي هيثم مصطفى معلقا في قناة بي إن، وبالتالي هنالك أبواب كثيرة جدا جدا يمكن أن تتفتح للناس من خلال هذه الموبا. فأول حاجة زي ما قلنا المهارة أعلى الآن موجودة في السودان، والسبب إنه الناس برا بيتعاملوا مع أكاديميات
سنية، التدرج السني للاعبين، الأكاديميات، الاهتمام بتاع الدول، أشياء كثيرة جدا جدا مكنت هؤلاء اللاعبين من إنه يكونوا أفضل من عندنا مهاريا من ناحية فنية. اللاعب عندنا لما يسهر ويصل مرحلة يلعب في الهلال أو المريخ والمنتخب القومي بيكون تجاوز 24 سنة، وده عمر كبير جدا. 24 سنة المفروض ده عمر نضج كروي، لأنه أنت كلاعب كرة قدم من محترف يعني من 18 سنة إلى 33 أو 35 سنة، مدة بسيطة جدا يعني، ما مدة كبيرة، أقل من 20 سنة أنت تركض في الملاعب يعني، وغالبا هي مدة أقل من كده بكثير حتى إذا تجاوز الشخص الإصابات و إلى آخره. لذلك من الصعب جدا جدا أن يستمر السودان بشكل عام والأندية السودانية في المنافسة إفريقيا مع زيادة الأرباح أو المداخيل بتاعت كرة القدم اللي بتجيك من المنافسات الأفريقية، مع تضخم يعني زيادة القدرات بتاعة اللاعبين، مع انك تجيب لك لاعب يا دوب يعني بيثبت الكورة بسابه، فما بتنفع القصة دي. لذلك انا حتى هذه اللحظة مع فتح هذا المجال تماما. الأندية اللي بتستفيد منها، خلونا نكون صريحين، الأندية اللي بتستفيد منها بشكل واقعي من هذا الانفتاح هو الهلال والمريخ. طيب القصة دي بتأثر على الفريق القومي؟ والله ما بتأثر، في رأيي أنا ما بتأثر، ولو بتأثر كان أثرت على المنتخب الإنجليزي. صحيح المنتخب الإنجليزي من 66 ما شال كأس العالم، لكن بيسهر في كل المحافل وبيقدم نفسه ككورة إنجليزية واضحة. أيضا اللي احنا بنشوفه الآن في المملكة العربية السعودية من محاولة جلب أجانب على مستوى عالي جدا جدا وبإمكانيات ضخمة، بيقوي من الدوري بتاعك، بيجعل الدوري بتاعك سهل تسويقه، بيجعلك انت نفسك كسودان يعني مركز للرؤية والتفريخ وكده. وبالتالي والهلال والمريخ والأندية اللي بتمثل السودان قد تستطيع أن تنافس، حتى إذا لم تحرز بطولات لكنها قد تستطيع أن تنافس بشكل جيد جدا جدا، وده مهم جدا. طيب الآن السودانيين الموجودين في الأندية، أي واحد يتخلى عنه الهلال والمريخ ما حيبطل كورة، حينزل تحت لفريق أقل من الهلال والمريخ، لكن حيكون موجود قاعد في الكورة. دي مسألة مهمة جدا ومقدرة، وبفتكر إنه أنا أو ده رأيي أنا مع فتح المجال تماما. هنا مش مكتوب، وبالمناسبة اللاعبين السودانيين زادهم غاليين، ما شوية ما صغير يعني، اللعيبة الهسي جايبون الهلال دي مبالغ كمبالغ ربما يكونوا أقل من اللعيبة السودانيين في الهلال نفسه أو في المريخ بياخدوا قروش يعني. طيب دي واحدة. في الحلقة ديك أيضا تحدثت وقلت إنه أتوقع أن يعني يقوم الاتحاد بمد، الكلام ده كان في آخر حلقة، بمد الفترة بتاعت التسجيلات اللي بتنتهي يوم 6/1 إلى، وأنا حددتها كده 29/2/24. طيب انا جبت الكلام ده من وين؟ الكلام ده ما حق الاتحاد العام كده في الاول، نتفق مع في القصه دي. ده يعني منشور بعته الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا الى كل الاتحادات بدون اي تعطيل، انه هو بالنسبه للظروف بتاعت الدورات الحاصله دي وكده وبتاع، هيفتح بيسمح للاتحادات بمد الفترات بتاعتها على ان تخصم هذه الفترة من الشتوية. يعني لو انت بتاخد شهر في الشتوية وبتاخد 20 يوم الان ورفعتها لـ 30 يوم او 35 يوم، الـ 15 يوم دي هتخصم من الفترة بتاعتك بتاعت الصيفية عفوا، اللي هي في شهر 2 دي، اللي هتكون في شهر 2.
فتوقعت انه انا كانت انا ده كان كلامي انه الاتحاد السوداني لكرة القدم سيقوم بالموافقة على مد الفترة بتاعته من 6 يناير الى ده انا لغاية يوم 29. ليه؟ لأن كل الأندية السودانية تعاني من التسجيلات، عندها مشكلة، حتى اللاعبينك انت ما قادر، فده بيدي فترة كبيرة جدا للناس انها تتعامل مع المسألة. ثم فوجئت في 6 في هنا انه دكتور علي عصام الرجل الناجح ده رجل ثقة قال والله انه نزل منشور بمعنى انه في موقعه المشهور ريجستا انه الاتحاد الدولي لكرة القدم اعلن عن انتهاء فترة التسجيلات في الخرطوم في السودان ب6-1. تفسيري انا ما عقبت على هذا الامر، لكن تفسيري كان واحد من امرين: اما ان هنالك خطأ بسبب اجازة الكريسماس اللي بتمتد لفترة طويلة جدا من يوم 24 وبتمتد مرات الى ما بعد الاسبوع الاول، قد تكون ده السبب في القصة دي، او أن الاتحاد السوداني لكرة القدم بالاتفاق مع الأندية قرر عدم مد هذه الفترة. ده تفسيري للمنشور اللي نزل واللي الناس كلها قرته واللي الناس كلها تعاملت معه. شيء واحد كان شاغلني إنه الهلال ما وقف، وإنت ما ممكن تعمل العملية دي إلا إذا كنت عندك حاجة مؤكدة بأنه لا والله سيتم مد هذه الفترة. ليه؟ لأنه عمليا الهلال ما حيستفيد من فترة التسجيلات دي إلا في المباريتين الجايات دي، فإذا اتقفلت بدون ما هو يسجل معناها إنه هو حيلعب بنفس عدد مجموعته في المباريتين المتبقيات، وهو قرر أن ينتظر ما دام موافق للاتحاد، قرر أن ينتظر لغاية الموسم الجاي. ده فهمي أنا للمسألة دي، وافتكر كان فهم صحيح جدا جدا، لأنه الحقيقة إنه الاتحاد مد الفترة، وده جاء في حديث أو في لايف للأستاذ شمس الدين، وإن كان شمس الدين سماه يعني الأستاذ شمس الدين يعني حفظا للألقاب يعني سماه الزواج العرفي. أنا في رأيي هو ما زواج عرفي، المسألة دي كانت معروفة بس الناس ما متابعة. يعني مش معروف إنه الاتحاد العام مد الفترة، وإنما هنالك منشور من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما للسودان بس، لكل الاتحادات المحلية في العالم، لكل اتحادات الدول، انه اذا انت عايز يمكن ان تمد هذه الفترة الى ما شئت، شرطا انه المدة اللي انت حتمدها دي ستخصم من المدة بتاعتك اللي موجودة في التسجيلات اللي بعدها. يعني المصريين مددوا الفترة دي للسبب ده، وحتى برضو كان في كلام زي الكلام اللي قاله الأستاذ شمس الدين ده، إنه تم تمديد الفترة عشان الزمالك والقيد وما القيد وكلام بالشكل ده. لكن بعيدا عن النوايا يعني، لأنه أنا ما حاتدخل في مسألة النوايا دي، المسألة بدأت من الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني إذا كان في ثقرة، هذه الثقرة كان سبب الاتحاد الدولي لكرة القدم. لذلك الهلال تحرك واستمر، والليلة احنا بنسمع بانه الاتحاد عفوا الهلال بيسجل في لاعبين. فانا بس حبيت اقول النقطتين ديل واوضحهم، وانه اي جهة ما كانت عارفة وما متابعة دي قصور منها، بعيدا عن النوايا. انا برضو لغاية الان ما بتحدث عن النوايا،
انا بتحدث فقط عن انه القصة دي كانت متاحة، وكان يجب على ادارات الاندية المعنية خاصة المريخ انها تتابع، حتى لو ما دار تسجل، يعني حتى لو ما عايز تسجل يجب ان تتابع. ما ده قرار بيأثر عليك، يعني ده قرار بيأثر عليك بشكل او باخر، حتى في المستقبل لو ما الليلة يعني. والفترة الهسي ممدودة دي 10 يوم ولا 15 يوم ولا 20 يوم، هتخصم من الفترة الجاية. ده قرار ما بتاع الاتحاد السوداني لكرة القدم، ده قرار بتاع الفيفا، عشان المسألة تكون واضحة ولا فيها. بس القصة عايزة شوية متابعة وعايزة شوية معرفة. وحتى لو تابعت انت الاخوة المصريين ديل بيقولوا ما هي النقاش اللي تم قالوا الاستاذ شمس الدين الامين واللي قالوا بعض الناس الاخرين، ده اتقال في مصر بحجة انه الاتحاد المصري لكرة القدم فتح او مد الفترة بتاعت التسجيلات او القيد زي ما بسموها كده، بسبب انه الزمالك كان محتاج لوقت عشان يخلص مشكلة الـ يعني عنده مشكلة مع نادي لشبونة وكده، والقيد بتاعه موقوف وكده. فانت لما تمد له فترة التسجيلات بتدي فرصة انه يعمل العملية. كلام ده نفسه قال. بعيدا عن ده، المسألة دي مربوطة بمنشور الفيفا، الفيفا هو السبب في القصة دي. فلو في زول لايم زول، لا بتلوم الاتحاد السوداني ولا بتلوم الهلال ولا بتلوم الزمالك، وإنما بتلوم عدم متابعتك الدقيقة لهذا الأمر. ده حاجة مفروض يكون في زول بيعرفها. والناس بتاعنا المريخ ده قاعدين في القاهرة، ما قاعدين في حتة تانية، أو على الأقل جزء منهم قاعد في القاهرة، فمفروض بيتابعوا كل يوم عندهم شغلتهم شنو. ما هو في القاهرة في شنو؟ في شغل؟ ما في شغل. الناس قاعدة تتفرج في التلفزيون وقاعدة في القهاوي، أنت شوف القصة دي تتابع. طيب ننتهي من النقطة اللي احنا نايدي نشوف. ان احنا برضو تكلمنا في الحلقة الفاتت عن انه فلوران حدد عايز لاعب وسط، عايز لاعب مدافع، عايز مهاجم، عايز 3 لاعبين، وهؤلاء الثلاثة يكونوا أجانب، حددهم بهذه الكيفية. التحديد ده بيقول لي أنا إنه هو عايز ناس عشان يلعبوا المباراتين الجايات دي، ماشي. طيب الاتجاهات بتاعت نادي الهلال بتقول غير كده، أو التسجيلات اللي الآن قاعدة تقول بتتكلم على بناء فريق الهلال، وده قد لا يكون، قد يفيدك وقد لا يفيدك في المباراتين الجايات دي، قد يفيدك وقد لا يفيدك في المباراتين الجايات دي. طيب إدارة الهلال، وزي ما جاء أيضا في مقال جميل جدا أنا قرأته للأستاذ خالد عز الدين فيما يختص بتفكير أهل الهلال فيما يختص باللاعبين صغر السن وبعض المراكز الأساسية. أنا ما حاشتغل بالمراكز الأساسية، حاشتغل بصغر السن. صغر السن طوالي مربوط بعدم الخبرة. الأندية اللي جاي منها اللعيبة دي ما أندية معروفة على إنه بتلعب، باستثناء السنغال اللي هو الاسم الكبير اللي مسيطر الآن على الأفريقيا في كل مراحل كرة القدم. باستثناء ده، إلا إنه صغر السن لا يسمح بإنك تشيل اللاعبين ديل تلعبهم المباراتين الجاية ديل، إلا إذا كانوا يعني أوت ستاندينج، أو أنت ما عندك قناعة أصلا باللعيبة اللي عندك ديل. طيب المطروح شنو واللي كان عايزه فلوران شنو ورأينا احنا شنو؟ مطروح مدافع، مدافع واحد. الحديث الآن عن مدافعين، واحد فيهم خلصوا معاه.
الهلال خلص مع السنغالي مندي من نادي جويديا واي. السنغالي اللاعب ده عمره زي 22 سنة، وهو مدافع يقال انه جيد، والخبر جاء على انه فضلوا فلوران عن المدافع الاخر. المدافع الاخر هو بايان اسانيس سيسي السنغالي، وده في نادي توانجث، وده زميل ضيوف. لكن في رأيي الهلال برضو عمره 22 او 23 سنة، و لأنه فلوران عايز واحد، لكن رأيي أنه الهلال برضو ربما يمشي في هذا الاتجاه ويجيبه تاني معه، يعني يجيب اثنين بدلا من واحد. طيب هل في لاعب وسط؟ لغاية الآن ما ظهر اسم، عشان كده هنخليه للآخر ونمشي نشوف السنغالي باي أند داي اللي هو ده برضو من نادي توانجث، وده مهاجم بيلعب في الثلاثة وظائف بتاعت الهجوم، من بينهم رأس الحرب، صغير في السن 20، وده ممكن يسجلوه تحت السن، وبفتكر انه المسألة ماشية لقدام، وحتى لو لم يوافق عليه فلوران ممكن جدا جدا الهلال يسجله برضه. لكن صغر سن هؤلاء اللاعبين ما بفتكر انهم هم حلول للمباريتين الجايات. ممكن يشاركوا وممكن ينجحوا زي ما نجح ألبرت من أول مباراة، وزي ما نجح بابي من أول مباراة، وكده زي ممكن كله، وزي ما نجح جان كلود من أول مباراة عمره 18 سنة ونجح، وكل شيء ده كلهم نجحوا يعني. لكن أنا بتكلم على شخص أنت داير يفيدك في مباريتين اثنين. إذا مهاجم معناه لو رسلت له لو 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 زميله ما لعب لباس هو حيجيب جول يعني كده يعني. ده اذا مدافع معناها يعني ما في حاجة بتمشي كده، تمشي على جون الهلال ما في. اذا لاعب نص معناها حيجي يربطها ويقسمها زي المرارة. يبقى ديل ما موجود، الصفات دي ما موجودة، ودي ما بتوجد في لاعب عمره 20 سنة، الا اذا جبت لك لاعب في مستوى ميسي ولا كده، ده موضوع اخر يعني. لكن بفتكر ان الهلال بيبني الان او بيطمع في الموسم القادم باكثر من خلال التسجيلات دي، باكثر مما انه هو بيطمع في الموسم الحالي. وعندهم قناعه انه المجموعه الموجوده دي ممكن جدا جدا يعني تنجح بالهلال في المباراتين الجايات دي. وبصراحة الهلال لم يكن سيئا، الهلال كان بس حظه يعني ما في توفيق، وفي نفس الوقت مع عدم وجود التوفيق كان في بعض الأخطاء التي كان يمكن تفاديها، لكن ماشي الأخطاء بتحصل، هي كرة القدم يعني في النهاية يعني. احنا ما قاعدين نلعب حاجة ثانية يعني، ما في حاجة بالحساب الضيق ده يعني. لذلك بفتكر انه الشكل ده من اللاعبين، ودي وبرضه بالمناسبة القروش عندها يعني القيمة المالية عندها تقدير. ويا جماعة بصراحة مشكلة في ظروف السودان دي، في ظروف انه الناس دي ما في زول غيره بيدفع يعني، بعيدا عن رضانا او عدم رضانا عنهم ده موضوع تاني يعني، لكن ده الحاصل. فبفتكر ان الهلال بيطمع في الموسم القادم. الهلال ادى الموسم الفات جيدا، كان عنده نتيجة ما بطالة، عنده 10 نقاط، ادى المرحلة دي صحيح. النتيجة حتى الان ما كويسة كنتيجة، لكن كأداء اي شخص متأكد انه الهلال ان لم يكن احسن تيم موجود من حيث الاداء في المجموعة، فهو على الأقل التيم الثاني أو التيم الأول مشترك كأداء. وبالتالي اتسعت الآمال، والناس بتحاول تفتش النواقص في للموسم القادم وليس لهذا الموسم.
خاصة أن الهلال حيكون عنده وقت طويل وفي مشاركة في بطولة عربية قريبة في شهر 8 الجاي وهكذا يعني. طيب لاعب الوسط مشكلته شنو؟ أنا عندي اتجاهين قناع. طيب هل فلوران مقتنع بالمجموعة أو الأربعة الأساسيين بتاعين الوسط بتاعين هو الصيني وصلاح و نعم الصيني وصلاح وأبو عاقلة و بوجبا؟ نعم مقتنع بهم، مقتنع بهم جدا، ومقتنع بهم إنه بيأدوا كويس وإنه هو ربما ما يكون في حاجة في هذه المرة للاعب وسط، خاصة مع النغمة بتاع انه قصة صانع العاب دي اصبحت ما موجودة في العالم كله، يعني صانع الالعاب التقليدي ده بقى زي الريجستا، ما يعني ما في وظيفة اسمها صانع العاب، انما اذا وجد واحد بالمهام ده يفتشوا له وظيفة صانع العاب. فبقى حالة ذهنية بأكثر مما إنه حالة ميدانية يعني. لذلك هو ربما يكون مقتنع بالمجموعة دي، وعشان تقنعه طيب عشان تجيب لاعب وسط معناها إنك أنت هتغير من الطريقة اللي بيلعب بيها، وهو ما مستعد يغير الآن في الوقت ده إلا إذا جبت لاعب وسط بنفس المواصفات بتاع الديل بس أفضل منه كواليتي وايز، أفضل منه لكن نفس المواصفات، قوة بدنية قوية، إمكانيات على الاقتلاع، العودة من هنا، الضغط العالي، المسائل اللي بتحتاج لدفع بدني دي إذا لقيتها ومع زول كورته أحسن منهم ما عنده مانع يجيبه. لكن عشان يجيب زول رقم 10 مركز 10 صانع ألعاب تقليدي ويغير طريقته كلها، ما انت هتجيبه وين؟ هتطلع واحد من الثلاثة اللي بيلعبوا ديل، ما هو بيلعب بثلاثة، ما بيلعب بالأربعة، بيلعب بثلاثة، فهتطلع واحد من الثلاثة ديل أيا كان، بس أي واحد بسمي أي واحد زي ما أنت داير، هتطلع واحد من الثلاثة اللي هو هيلعبهم، طلعت واحد من الثلاثة اللي هو هيلعبهم هتغير طريقته واستراتيجيته في اللعب، ودي لمباريتين صعبة، وده اللي بيخليني أقول إنه هو ما عايز لاعب وسط يكون صانع العاب بالفهم التقليدي الكلاسيكي بتاعنا يعني. لكن لو لقى واحد زي سينجوني مثلا، انجوما اللي جابه المره اللي فاتت، انجوما بيشبه ناس، بيشبه المجموعه اللي بتلعب معانا الان دي اللي هي بيشبه ناس صلاح ديل وابو عاقله وكده في طريقته، قوه بدنيه كويسه مع انه، لكن كورته شويه افضل يعني، عنده حبة كورة شوية كده. فهو لو لقى النوعية دي بيجيبها، إذا ما لقى ما عنده شغلة مع القصة دي. فدي واحدة من الحاجات اللي الناس تجي تفهمها، لكن ده ما معناه إنه الهلال هيجيب، والهلال في الغالب إنه لجنته اللي شغالة في الكورة هتشتغل على طول وهتستمر تجيب الناس ديل، والنواقص هتتمها في يعني الآن في الغالب السنغالي مارك ميندي حسب الأخبار انتهى، السنغالي باين داي غالبا انتهى، بقت المشكلة هل حيجيب أسانة معاه ولا لا، ده يعني لسه في كلام كتير عن الموضوع ده. ولاعب خط الوسط ربما يكون موجود وربما ما يكون موجود، فدي مسألة. طيب النواقص زي عشان يغير الخطة كلها ويعمل ده كله، ربما يكون في في شهر 2 أو في التسجيلات القادمة، بشرط إنه يكون خرج من المنافسة، لو جوه المنافسة برضو ما حيجيبه. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه المرة، تحياتي وإلى لقاء جديد إن شاء الله.